مرحبا. قبل ما تنبسطوا بالفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتكبسوا على زر الجرس. أهلاً محمد. يا هلا. الحين محمد بالنظارة ولا ونسني بالنظارة؟ تباني محمد ولا ونسني؟ محمد. محمد لحظة. اليوم محمد. اليوم محمد. أي لحظة. خلف النظارة. خل شيل ونسني ونحط محمد. بعد عيوني حلوين ترى أقدر ما ألبس نظارة. وايد حلوين. لكن بلبس هذا عشان تكتب الكشخة. الحين أشوفك زين. 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 بصراحة كيف حالك؟ خير الحمد لله. أنا قلت إذا أنا سألني كيف حالك بقول له حالي حال ترررررن. أنا بخير وسهالة والصحة وعافية ومستانس وونس الناس. أنا دائما أقول ما دام دولتي بخير، عيالي بخير، والناس اللي أحبهم بخير، إذا أنا بخير. تحس فأنت حالتك أنت مربوطة بكل شيء حولك؟ لا، مش مربوطة بكل شيء حولي. شوف أنا من الناس اللي ما خلي شيء يشغلني هو يربطني. عرفت كيف؟ مثلا على سبيل المثال واحد يقول لك والله اذا انا ما شربت كوفي الصبح راسي يعورني. انا ممكن ما اشرب كوفي مول راسي ما يعورني. في ناس يقولوا لك اذا انا شربت قهوه طول الليل ما ارقد اتجلب. والله يا ناس لو اشرب دله كوفي دقيقتين بس وانا منسدح. يعني الاشياء اللي حولي نعم اكون ارتبط فيهم لكن ما يربطوني، خصوصا لو شيء سلبي. سلبي عاد مول ترى. انا ونسني من الاخر ولا تحزني. شوف ولا تحزني، تحزني ابعد عني مول ما باك. هل معناته هذا في حياتك ابو فهد وايدين كانوا سلبيين في البدايه وبعدين كنت ادركت هالشيء وطلعتهم عشان شيء عندك حساسيه؟ مش وايدين. شوف ترى نحن بالحياه نشوف وايد ناس وما تعرف منو سلبي ومنو ايجابي الا لما تكون كلوز وياه. في الحياة هذه من ربعي من ضمن أصدقائي وربعي اللي عشت وياهم وصرت وياهم واحد منا كان فل سلبي. تدري إن كلمة ونسني أنا طلعت منه. أنا قلت أكيد بتسألني شو قصة ونسني. يعطنا صح ولا لا؟ هي. زين قصة ونسني يا طويل العمر، إحنا كنا أصدقاء 5-6. من هالخمسة ستة عندنا واحد وايد سلبي. تقول له كيف حالك؟ تقول والله يقول لك والله أنا مو بخير اليوم. زين ليش مو بخير؟ عطنا السبب. فهذا كل ما اتصل به كلمه شو الاخبار؟ قال يا ريال صدق كلهم رقوهم انا ما رقوني. زين شو الاخبار؟ قال يا اخي ما عندي اخبار زينه. قلت اقول لك شيء الله يخليك، يوم انا بتصل بك لا تقول لي اخبار سيئه. فعشان شيء هم يتصل بي ما اقول له الو، اقول له ونسني. وين ونسك يا ريال؟ حتى هني ما يونسني. اي فهذا الشخص الوحيد اللي كان يعني كان اكسترا ونسني. وتم في حياتك ولا طلعته من حياتك؟ لا طلعته ما خليته. بيعاديني صدقك؟ والله بيعاديني. تمشي بين الناس سلبيين بتستوي سلبي. صدقت. اي ودرتهم كلهم سلبيين. زين محمد منو؟ انا منو؟ انا محمد البلوشي، اماراتي، مولود في اماره دبي في فريج الضغاية. هذا الفريج يعني فريج بحاره، فاللي يولد في فريج بحاره شو يكون؟ صلب. زين كبرنا وترعرعنا في السكيك في الحواري، نركض مثل شياطين ورد البيت. تدري ريولنا متروس الرمل، راسنا متروس الرمل. تدري نحن بعد ما شاء الله دبس الرمان السمر، اذا نرقد الليل عقب اللعب ونش الصبح طبعا هي العلامه التجاريه، العلامه البيضاء. هذا محمد. حياتي جدا بسيطه وعشنا حياه جدا بسيطه وجدا جميله، عشان شيء صرت جميل اليوم. صحيح. كيف كنت كشاب؟ كشاب يعني؟ هي كيف كنت في أيام شبابك؟ شخصيتك، أسلوبك؟ والله يا أنس خليني أقول لك حاجة واحدة. أنا حتى يوم كنت صغير كنت مميز. أنا أحب أكون مميز دائما، أحب أكون مميز سواء كنت في بيتي ويا ربعي في دوامي في حياتي لازم أكون مميز. فيوم كنت شاب يعني إذا أخواني لابسي كناديل زرق أو كندورة بيضة أو بيج، تدري إحنا هنا عندنا تو كولرز في الصيف، أو أبيض أو بيج أو أسود. أنا أخالفهم ألبس كندورة زرق، البس كندوره خضراء. زين في نفس الوقت يعني
حتى اني كنت شاب يعني تدري ان احنا انا اتكلم عنك انا 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 هوم ديليفري. هوم ديليفري يعني مولود في البيت. فنحن مال هوم ديليفري عرفت كيف؟ دائما نحلم نكون شيء، نحلم نوصل مكان. انا اليوم اذا اقول لك عن ولدي الحمد لله رب العالمين ولد مثل ما يقولون الاجانب born with a gold spoon in his mouth. يعني ما شاف المشاكل، ما شاف الحياه، ما شاف حتى نحن ما شفنا المشاكل ترى. حياتنا كانت وايد جميله، كنا راضين فيها. كنا راضين يعني اني مثلا اتغدى واتعشى واتريق، يعني ما عندي افترنون تي زين، ما عندي مثلا كلاب ساندويتش، ما كان، لكن بعد كنا مستانسين. بس عيالنا يعني ما اقول لك يعني ما حسوا بالتعب، لا مرتاحين. وايد مرتاحين. نحن بعد كنا مرتاحين هاي الايام، كنا مرتاحين. الحين لا تقول لي ونسني بوديك لل 1968، بقول لا يا ريال 1968 وانا بهالكشخه شو توديني هناك. بس كانت ايام جميله صراحه. طفولتك على كيف كانت؟ طفولتي شوف، نحن كاماراتيين الجدام، نحن يعني الاولد سكول، طفولتنا كلها نفس الشيء ترى والله. تقوم الصبح اذا سيل مدرسه زين، تقوم الصبح تتريق، تسيل المدرسه، ترد من المدرسه تلعب كره في الفريج، ترد البيت ما تذاكرها ترقد عشان يوم يصير الصبح المدرسه يعاقبك المدرس. هذا نحن كلنا كذي، هاي طفولتنا نحن، هاي طفولتنا. ايجابيه كانت من الاخر، انا مولود ايجابي. خليني اقول لك حاجه واحده، الايجابيه الله سبحانه وتعالى معطيني اياها هديه. في ناس ما يصدقون ترى، في ناس يقول لك يمكن انت تمثل او يعني يور اكتنج بوزيتيف. لا بالعكس، انا حياتي جدا جميله. انا مره قلت حق شخص وانا اقول لك صراحه يعني ام نوت بلافينج او شوينج ماي سيلف ذات ام ذا موست كومفورتبل بيرسون ان ذا وورلد، نو، اذا قلت لك انا اسعد انسان الله خلق على وجه الارض، يو بيليف ات؟ اذا هاي اسلوب فكرك خلاص وتشعر بهالشيء، حلو، اشعر بهالشيء. عشان شيء تحصلني دائما مستانس، دائما شباب، دائما بوزيتيف، عرفت كيف؟ فيعني ما تحصلني يا لشي والله ما اعرف اسوي ما ادري شو، لا لا، انا ايجابي، انا مولود ايجابي من الصغر. وحتى في المصايب شي تكون، شوف ما في حد ما يحزن من المصايب او ما يتعب. اذا تقول والله انا المصايب ما تهمني، انت مو سوبرمان، انت انسان لحم ودم، عرفت كيف؟ قلب، فلازم تفكر، لكن ما اخلي هذا شيء يعيش وياي. يعني مثلا استوت لي مشكله الساعه 12 الظهر، ما باخذ الا 12 في الليل، لا 12 ونص، 1 الى ربع بهدى شويه، 1 ونص اتغدى، رقدت شويه نشيت، نسيت الموضوع خلاص. يو هاف تو جو وذ ذا فلو. اذا شوف، اذا انا بتم افكر في المشكله اللي استوت لي الساعه 12 اجيبها وياي، بتحصل هذا شعري كذي، تحصلني انكل بنز مال هذا مال العيش الامريكي، تعرف الفرنسي يبيعون السوبر ماركت، هذا شعري كله ابيض. لكن الحمد لله رب العالمين. وعلاقتك مع الوالد والوالده يمكن تصغير جدا جميله. خليني اقول لك حاجه واحده، قول لي، نحن كاماراتيين وخصوصا يعني نحن في الخليج، معظم الخليج او اتكلم عن الامارات عموما، يعني نحن ربينا ويا امهاتنا. انا اتكلم عن نفسي الحين، باكر واحد يقول لا ونسي ليش قلت ربينا ويا امهاتنا، لان انا يوم كنت صغير وكثير من الناس ابانا كانوا يشتغلون في الكويت او في قطر او في السعوديه لان في بترول. فابوي كان يشتغل في كي او سي اللي هو كويت اويل كومباني، وانا كنت عايش يا امي، يعني ربيت يا امي. امي امراه عظيمه، اوجه لها تحيه من قناتك هي، هي فعلا امراه عظيمه. اذا قدرت تربي واحد مثل ونسني وتخلي قوي وشديد، اذا امراه عظيمه. ف يعني نحن ربينا يا امنا، انا اول امي يعني كان ولدها الوحيد، انا على قولتنا بكر امي. ربيت يا امي، كبرت وترعرعت زين، استويت صلب، استويت قوي. ابوي كان في الكويت، حتى هو في الكويت ما كان يجينا كل شهر كل شهرين. تدري قبل الحياه مو عاديه، مش طبيعيه، تركب جت توصل، سوري، تركب طياره توصل هني، تركب مركب والمركب يطحن 3-4 أيام وانت تعبان، وتوصل لبلاد هني مالك بار، يعني الحياه كانت صعبه. فعشان شيء ما كان عقب سنه، انت شفت الحين نحن الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، احنا عقب ما استوى دوله الامارات عندنا كل شيء راحه. ولا قبل يعني الحين تشوف الشخص اللي يجي يشتغل عندنا في البلاد، سواء اسيوي مثلا او اللي يشتغل يعني العامل، متى يصير يشوف اهله؟ عقب سنتين، عقب 3 سنوات، هذا اذا البوس مال زين، عقب سنه ونص سنتين. فنحن كنا كذي، ابوي ما يدرينا كل سنه، فكنا عايشين ويا الوالده، نستانس، نضحك، ناكل. يطرش لنا من الكويت مثلا 200 روبيه، اي 200 روبيه هنديه قبل، اتكلم عن 60s
لكن أمي كانت وايد دلعني، كانت تحبني وايد، فما كانت مقصرة علي أي شيء. جميل. أي والله. عندك أخوان أخوات؟ ستة. ما شاء الله. أخوات ما عندي. أنت الكبير. أنا الكبير، أنا البتشر. أنت اللي تضربهم كلهم. على قولت البتشر أمي. أصدق إني ما ضربتهم؟ أبد. متندم ليش ما ضربتهم؟ طلعوا دلعين وطلعوا زينين. لا زينين ما شاء الله عليهم. ما تحتاج تضربهم. شغلهم زين، مراكزهم زينة في الشغل. الله يحفظهم. الله يحفظهم إخواني طيبين طيبين. أنت ذكرت أبو فهد أنك بداياتك بسيطة كانت. نعم. يعني شيء بسيط جدا وياي من ولا شيء واشتغلت على نفسك. صحيح. شو قصدك؟ سيلف ميد مان. يعني رجل عصامي. شوف. أنا درست خلصت دراستي واشتغلت. هذا عادي يعني تشتغل تدرس تشتغل في أي دائرة حكومية، أنت دارس بزنس أدمنستريشن بيشغلونك مثلا، أنا اشتغلت في التفتيش. دارس بزنس أدمنستريشن يشغلونك مثلا في وزارة ثانية. فأنا لما خلصت دراستي واشتغلت في جهة ما، أول يوم داومت قلت هذا مو مكاني. جلست ها؟ أنا في عاد ها؟ أول يوم أول يوم. شوف بقول لك أنا إيجابي، أنا رجل أحلم دائما. دائما احلم دائما احلم قدام، لكن اكمل حلمي وين؟ الشارع. ترى في ناس يحلمون يطالعون السقف. اوه كان زين عندي فراري اسمني بستانس. تبى فراري اشتغل، تبى بيت عود اشتغل. فانا من الناس اللي يحلمون دائما ولكن احقق حلمي. فجيت اول يوم دوام جيت جلست شفت هالبيئه مش بيئتي، مو بانفايرمنت مالي، خاصه انت دارس برا. رديت البيت، سويت ميتنج لنفسي. انا حتى باكر اسوي ميتنج لنفسي، حتى اليوم اسوي ميتنج لنفسي، عندي منظره في البيت وقفت قدامه. الحين انت دارس وياي وكل شيء عشان تشتغل شغله عاديه، طول عمرك بتم تشتغل شغله عاديه. يعني المخ مالك يقول انت بوس، لكن الريال لايف يقول لك انت تشتغل موظف. فانا ما ابغى اشتغل موظف، لازم اسوي شيء. فداومت يعني حطيت تارجت من 84 ل 94، 10 سنوات. في خلال العشر سنوات هذه انا لازم افتح لي بزنس، لو بزنس صغير حتى. زين؟ في 86 بديت اول مطعم اللي هو مطاعم، مجموعه مطاعم الشوكة الذهبيه، معروفه ما في حد في الامارات ما يعرف. وانا كنت ابغى اسالك اصلا عنها، زين القصه. انت واحد منهم تشرب سوب هناك؟ لا من زمان. من زمان بس يعني عارف انه مربوط فيك الاسم. اي بس الحين تدري حتى عقب انا بعت ما بعت المطعم وبعد تدري قبل شو كان يستوي وين ما امشي هذا ما شوكه ذهبيه هذا. بعدين بعت المطعم في 2004 ليه اليوم الناس يشوفوني هي هذا ما شوكه ذهبيه خلاص يا ابوي مو انا ما عندي شوك خلاص ما عندي شوكه سكين عندي اقول له زين ف 86 86 بن 86 فتحت اول مطعم اوكي زين حتى اول سنه ما مشينا تعب المطعم هني يوم يقول لك you should not lose the hope في ناس يخسرون يطلعون في ناس من يحط فلوسه ويخسر يطلع لا الضرب الضرب يا الحياة لازم يعني أنت يا أخوي اشتغلت وكديت وسويت حطيت فلوس خسرتها بتروح اللي يترقد قلبك يعورك أنا تعبت عشر سنوات عشان أعقم في البحر لا قلبك يعورك لازم تسوي شيء ما رجحت هني ادخل هني ما دخلت هني ادخل هني الله بيفتح لك باب دائما تشوف يوم انت داش مكان غار ظلام ما تشوف شيء بتحصل شيء بعيد شيء صغير ليت صغير هذا الليت الهوب مالك ادعم حصى ادعم طاوله اوصل الليت هذا عرفت كيف؟ فبتوصل دائما لازم يعني امنيتك قويه شوف انا ما نجحت ب 86 ولا 87 نجحت ب 88 كيف نجحت 88؟ نجحت 88 طويل العمر انا قلت ما دام مطعمي ما يمشي لازم اغير الكونسبت أكيد في شيء ما يخليه يمشي لأن تشوف مطاعم وايد الكل يسوي برجر وكل يسوي تشيكن تكا أنا ما أقدر أسوي برياني مو مجالي أقدر أسوي تشيكن تكا وأسوي تشيكن فراي وأقولهم خذوا كلوا بيستانسون لكن أنت لازم تسوي شيء أحسن وأقوى فتسوي شيء أحسن وأقوى لازم تفكر شوي شو تسوي 86 كانت الناس تسافر تايلاند أصير بانكوك وواحد من ربع قال لي يا أخوي ليش ما يصير بانكوك انت تطالع هناك هناك عندهم سمك حاطينه في الديسبلاي وعندهم ما ادري شو نغر ما نغر يب يعني يب افتح لك مطعم شكل هذا صح كلام ليش ما يصير يوم سافرنا هناك انا وشريكي سافرنا فعلا شفنا الحياه غير شفنا المطاعم وشفنا التوم يوم كوم وشفنا كيف يشون ربيان وكيف فجلست افكر قلت يا اخي ليش سويت ميتنج مع نفسي ها جيت الفندق وسويت ميتنج مع نفسي شريكي وياي
احنا لازم ناخذ هذا الكونسبت وناخذ ليفل نيبه دبي هذا بينجح. المهم فكرنا بكل شيء، جينا دبي لسه ندرس الموضوع، قلت له شوف نحن لازم نفتح المطعم هذا في العاصمه الحبيبه في ابو ظبي، شو الهدف من هذا؟ نحن عندنا في اماره دبي وايد ناس، مثلا ناس تشتغل العالم وشي وكذي، لكن اكثر الناس اللي يشتغلون عندنا اللي هم مش المواطنين الطبقه الكادحه، راتبه تلقى بسيط، لكن في اماره ابو ظبي حتى الناس اللي يعني الطبقه الكادحه والموظفين صغار عندهم راتب قوي، فالسيفود غالي، اذا بتفتح مطعم سيفود السيفود غالي، فلازم تفتحه في مكان الناس يشترونه ينجذبون له. فقلت له شوف بنفتح مطعم لكن لازم يكون سعره بسيط. أنا شو البزنس هو؟ البزنس إنك تجذب الناس، أجذبهم أجذبهم خلهم يدمنون على أكلك، يدمنون على مطعمك. كم عندك مثلاً البرجر؟ قول فرضاً 5 دراهم، خلي يدمن، خلي يقولك ما روم أرقد إلا يبقى البرجر مشوكة ذهبية، هاي الساعة حط الدرهمين فوق 7 دراهم، ويقولك لا بيبي يأكل، هو مدمن خلاص يحب الأكل مالك، الدرهمين ما بيقول لا، درهمين على درهمين على درهمين، وايد سويت صدقت. وهذا هو. عندي كم نقطة. النقطة الأولى، يوم أنت أول مرة دخلت الوظيفة الحكومية والدائرة الحكومية كم كان عمرك تقريباً؟ 24 بعد الجامعة. أنك توصل لمرحلة أنك تعرف من أول يوم شعورياً أن هالبيئة ما تناسبني، الحدث هذا الجت فيلينج، ترى مو بأي حد عنده. صحيح. كلنا عنا، ولكن يمكن إرسالنا ضعيف، في ناس إرسالهم ضعيف مع الحدث أظن يسمونه، ولا الجات فيلينج الانتويشن. أنت في هالعمر الأربع وعشرين كان شيء واضح من أول يوم، يعني ما أخذ لك شهر ولا شهرين وتقول أنا تعيس أنا مو بعيبني الموضوع. أيوة. من أول يوم، هل يعني دائما أبو فهد أنت كنت يعني عندك الرابط قوي جدا بين الحدث اللي عندك؟ لا. وبينك أنت فاهم لا أنا عارف إن هالشيء ما يناسبني. صحيح، وهذا عندي فعلا. أنا مو من الناس اللي يقول لك يا ريال حق شو تدور شغل، الحمد لله أحصل راتب أنا مرتاح. لا، أنا هذا ما عندي، أحصل راتب أنا مرتاح صح، لكن ترى الحياة تبقى أشياء وايد، متطلبات أكثر، باكر بيجيبولك 4 عيال 5 عيال، الحمد لله عندي 2 ما أبغى أكثر، وقفت زين، وأحبهم وايد وأستانس وياهم، لا يا 6 شو بسوي؟ ما أعرف هذا عبود هذا حبود والله العظيم زين. أنا من الناس اللي ما أقول يا أخي حق شو أتعب عمري، حق شو أسوي كذي، حس الحمد لله محصل راتب. لا، أنا دخلت المجال هذا أو في الدوام هاي اللي داومت فيه شفت الناس اللي فيه وطريقة كلامهم وكيف يتعاملون مع بعض، قلت لا، قلت أنا بستوي مثلهم وما بستوي مثلهم. لا ما بستوي مثلهم، أنا قلت أنا من الصغر مميز، من الصغر مميز، أنا أبغى أكون حاجة ثانية، أبغى أكون شيء غير. أنا وجدت الحبايب هني صايرين فيه مستانسين وهذا كذي وهذاك يضحك وهذا، لا 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 إذا بتم كذي. فأيوة بقول لك سويت التارجت من 84 ل 94، قلت إذا أنا ما طلعت من الوزارة 94 على الدنيا السلام، أسير وياهم خلاص، ما أرقد الليل أفكر متى أطلع متى أسوي نفسي، حتى لو أفتح لي دكيكين هالكبير رقاق مهيوة عادي أفتح بيمشي يمشي يوميا، لا لو افتح لي شيء. فهذا فتحت المطعم والحمد لله رب العالمين. شوف سنتين تعبت، 87 تعبت، بغيت اشرد، بغيت اقول يا ربي شو ابغي في المطعم، انا شو اللي في البحر وهواله. قلت لا، عندك هدف، انت عندك فيجن ان هذا مطعمك تبغى تسوي شيء ثاني. صدق بصرنا تايلند فتحنا هالمطعم، فتحنا في العاصمه الحبيبه في ابو ظبي اول مره 89، اشتغلنا شغل في عمر ما اشتغل ما توقعنا، it was unexpected. 90 فتحت في دبي، وصلت لمرحلة يا أنس في 97 هذا كان مسلسل درب الزلق، يوم حسين يقول حق بس فلوس يا ربي بس فلوس ما حد بس فلوس لكن وصلنا لمرحلة تقول الحمد لله رب العالمين أي شيء أبغي عندي لهالمرحلة يعني. فهني أنا حسيت عمري yes I win I made my dream come true. أنت تدري إن ربعي هذيلا حد منهم اللي كان وياي بعده يشتغل في نفس المكان؟ أكيد. بعده وشفته قلت شو أسوي هالسنة؟ قلت إيش أسوي؟ الحمد لله رب العالمين الراتب ينزل والحياة حلوة. قلت هاي حياتك حلوة كذي؟ صرت شيبة قبل الوقت، شعرك أبيض قبل الوقت، متات قبل الوقت، ما سويت شيء، ما سويت شيء.
جالس هني. انا طالع من الوزاره في 94، لا ايه 94 90 طلعت من الوزاره. هذا بعد من 90 للحين كم سنه؟ 40 سنه هو جالس هناك. لو اشتغل حرس الاسواق احسن له. سؤال وحس انا دائما احاول قد ما اقدر ابو فهد افيد الجمهور. نعم. من قصصك ومن قصص الضيوف. الحين انت قلت مرات يوم الشدة تزيد والصعوبة تزيد والتحديات تزيد لازم تتم تواصل ويكون عندك أمل عشان مرات الفرج جاي. نعم. أوكي أكيد. حلو أكيد. فأنت مع مشروعك في 86 فتحته ما ضرب عندك إلا 88-89. نعم. حلو. ولكن يوم رحت الدائرة الحكومية من أول يوم قلت ما في أمل وقررت أنه ما أبا ناضل وما أبا استمر. فكيف واحد الحين في بيزنس يشوف ما في أمل، كيف تعرف الفرق بين هذا الشيء ما يناسبني مفروض أظهر ولا لا مفروض أناضل وأكمل واستمر عشان يمكن في فرج؟ لازم يكون عندك فيجن دريم. أنا أشوف حلمي أن يكون رجل أعمال صراحة أقول لك. بعد قصة صغيرونة قل لي. عندي يد عمي كان وأنا أتكلم عن سنة 67-68 كنا عايشين في ديرة بيوتنا كانت عشيش تعرف حدس خيام عرش. يدي سألني سؤال أذكر كان عنده رادو بعد ما أدري وين شارنا رادو صغيروني والله العظيم كل ليلة الشغلة في صوت كان يطلع في رادو أهلا وسهلا قلت خيبة والله زين كل ليلة فيه كان مسلسل يطلع في الليل ما أدري وين يعرضونه بصوت العرب شيء ما مشي ولا شيء. سألني سؤال شوف ما تشوفه عمي ولا متعلم ولا قاري أمي شخص أمي قال محمد يوم تكبر شو بتستوي شوف سؤال شو قال لي محمد بتكبر شو تستوي قلت يدي بستوي تاجر ضحك علي قال لي تاجر الله يهديك أي تاجر وين في التجارة لا أمك لا أبوك شوفنا نحن وين عايشين قلت يدي أنتوا عايشين لكن أنا عندي مخ بشتغل أنا طبعا ما كنت أقصد يعني ما كنت أقصد أوه أنا ذكي أنا عندي مخ عندي فيجن عندي حلم إن في يوم من الأيام بكون رجل أعمال بزنس مان وهالحلم يراودني دوم وياي دوم وياي حتى يوم يعني عشان تدرب نفسك او تسوي تريننج حق نفسك انك بتكون رجل اعمال لدش يوم بتشوف مطعم مثلا مكتوب هني الميل او الطبق بعشر دراهم لا تقول اوه وايد غالي دش ادخل داخل وكل هالاكل لانك انت تبى تكون من رجال الاعمال او تبى تكون مميز اذا بتتم الدور قم بربي ونص بتم بربي ونص. أقول لك بعد قصة أنا اليوم كل قصص. حلو. في سنة 74 في منطقة بنياس كان في كافيه اسمه كافيه موزارت والكوفي شوب هذا يجلسون فيه كل رجال الأعمال بسوت هذيلا بسوت وقرون جرايد ومدواخة بايب وهذا أنا كنت أتمشى طفت كان أشوف الكوفي هذا. دخلت سالته والريال اللي لابس ويتر لابس يعني ستيري وبنطلون اسود وبوتاي دخلت السلام عليكم وعليكم السلام وانا اشلع حمله كنت قلت له هاو ماتش كوفي قال لي 25 درهم 74 قال لي 25 درهم قلت غيبه 25 درهم من يقدر يشرب هالكوفي طلعت من المطعم درت في الفري في المنطقة هذا كان في ومبي قبل هناك سن الومبي كلت واحد برجر كذي صرت البيت رقدت والله يا أنس إني ما رقدت قلت أنا هذا الكوفي شوب أزوره يعني أزوره أدخله يعني أدخله المهم جمعت 25 درهم بالإضافة لخمس دراهم حق البص 10 ديرة جيت لبس بنطلون قميص جيت عند الباب مو بخايف عندي 25 درهم دخلت بطلت الباب يلست جنو يس قلت وان كابتشينو بليز ايه بعد شي قلت وان كابتشينو 25 عندي ياب الكابتشينو حط لي ويا بسكوت صغيروني قلت هذا بسكوت يحسبون بيزات ما عندي هذا الكوكي هذا محسوب بعد قال لي هذا 3 دراهم ما عندي لكن مو مشكلة ياب حط شي ساعة كاملة وانا اشرب هذا الكوفي وطالع برا شي حد شافني وانا اشرب هالكوفي هذا شو صار هني؟ Nothing can stop you when you want to do something. Nothing. Only you can stop yourself. أنت الشخص الوحيد اللي توقف أحلامك.
أنت الشخص الوحيد اللي توقف أنك تكون شيء. أنا أقدر أقول خلي ولي 25 درهم مينون، أنا 25 درهم يعطيني في اليوم مصرف أصير عقة في كوفي واحد؟ لا، لازم أجرب هالكوفي. هني أنت تكبر، هني أحلامك تكبر. You are upgrading yourself, upgrading your personality. Instead of going, I can't go and drink one crack for one dirham there. But it's not me. مم خقاق ولا متكبر. I love myself. أحب نفسي. أحب نفسي تكون في أبهى صورة. في أحسن صورة. أوكي ما أقدر اليوم، أقدر باكر. هذا هو. عجيب. يا حبيبي. بالإنجليزي يقولون you want the finer things in life. Exactly. يعني نحن ندور الجماليات ولا الأشياء الأفضل في الحياة، وليش لا؟ ليش عيب إن أنا أروح أقول حق حد سيارة أفضل ولا بيت أفضل ولا طيارة ولا ثياب ولا جوتي؟ ليش الناس يحسسونك بالذنب بس عشان أنت ما تبى؟ أنا ما أخذ ولا ما استاهل؟ وكل إنسان يعني أنا عيبني يوم أنت قلت الإنسان هو عائق رقم واحد حق نفسه في مسيرته. وياما مثلا هالريال اللي انت قلت مثلا كان يداوم في وظيفه تم 30 40 سنه عادي تسال يقول لك خش خلنا مرتاحين. فانت ما بديت وقلت مثلا اقول حق حد افتح مشروع وايدين يونا انا عندي فكره كذا كذا، كل حد عنده فكره شو سويت؟ لا تعرف وايد بيكون في تحدي ومنافسه. أيوة. أيوة. لا انت ما بديت هذا انت من الحين مسكر الموضوع، كاسرين مياديفه ربعه كاسرين مياديفه، هذا من الحين مسكر الموضوع. أيوة. هذا ما معطي لنفسه نسبة نجاح. على كيف تتوقع يكون عنده نجاح؟ أبداً أبداً. لو أنت ما تشجع نفسك من بيشجعك؟ أقول لك قصة ثانية. قل لي. حبيب قلبي إن شاء الله ما نطول عليك. أنا أحب القصص. حبيبي. تعرف سيارة ترانزام؟ هي. ترانزام. هي. أول مرة نزلها في دبي 76. زين. 76 وكان وكيل ماله ما أذكر الوكيل الحين، كان مكانه في المرقبات المعرض. أنا كنت أطوف. كان ترانز لون رصاصي وعليه الفاير بيرد الأزرق. هي. والله أنا سوقت قدام الوكالة قلت خيب هالموتر صراحة، يا ريت أسوق هالموتر، يا ريت أسوق هالموتر. وأقف قدام المعرض وطالع الموتر كذي. المهم كل يوم أطوف، نحن كنا ساكنين في المنامة، منطقة المنامة في دبي، والمعرض كان في هور العنز، يعني مسافة بين دبي بين المنامة وهور العنز من ربع ساعة 15 دقيقة مشي. طبعا كل مشي قبل تحصل واحد منا شيء موديل من المشي زين. أنس كل ليلة أول ما غيربان كذي أسير عند الوكالة، أوقف أطالع السيارة، أطالع أطالع أطالع. يوم الأيام جايبين سيارة جديدة لونها أحمر، جايبينها من المينا بيدخلونها داخل، نزلوا الموتر تحت. هذا الرجال اللي دخل الموتر بقرات دق السلف جنسي بم، اسمع أنت، هو من الموتر تحرطم طحت أنا والله العظيم من سوى قلت يا الله ودي أرقد عند الوكالة. سرت البيت، أنا بعدني طالب 76، بعدني طالب يعني أنا 79 خلصت ثانوية. قلت هالسيارة لازم أشتريها مو باليوم باكر. كبرنا وتعلمنا وترعرعنا ودرسنا وردينا واشتغلت. ثاني راتب، أولا عايش عند أمي وأبوي، أكل بلاش، ما أصرف البيت، راتبي صافي حقي. الموتر هاتش الأيام كان قيمته 60,000، يعني إذا تدفع داون بيمنت تقول 10,000 أخصار لك في الشهر 3,500، راتبي 5,000 تدري؟ راتبي 5,000 وشهري السيارة قصدها 3,500، لكن أشتريها يعني أشتريها. اشتريت السيارة إنزين تاريخ 15 مفلس، ما عندي مثلا ما عندي استانس ما عندي آكل، لكن الترانز وين؟ قدام الباب واقف. موتر منه هذا؟ موتر محمد. هذا هو. شوف You can. If you believe you can, you can. الشيء اللي ما تروم تسويه أنت ما تبغى تسويه. أنت معاند حظك وأنت معاند نفسك. فأنا شيء. تعرف أبو فهد يا في وايد أشياء تقولها، أنا أتذكر حتى في شبابي ولا. بعد شباب تراك. يعني في النص. أتذكر قصص، يعني أتذكرت قصة يوم رحنا بوسطن، أنا درست في أمريكا. حلو. يا أخي كل حد عنده ثياب أوكي، أرماني ما أدري شو، نحن ما عندنا فلوس إني بحين أرماني، شو اللي شوي أقل عن أرماني كان أرماني إكسشينج. نعم. اللي يعني ها يلا عندك أرماني بس اللي شوي إكسشينج، مو بجورجي ولا إمبوريو لا، المهم أرماني مكتوب أرماني. الحين شو الوهقة اللي ساكن وياي متين وأنا سلق، يعني
ثلث يعني رب نص اللي تشوفه. سألك الحين انت متين وانا ضعيف، الحين كيف يجمعنا فلوس؟ قلنا نشتري تيشيرت واحد انت وهو في النص، يعني لو انا اكس مول وانت اكس لارج بناخذ ميديوم. حلو، وخذنا بس عنا ارماني، عنا قميص من ارماني. شفت كيف هو يلبسه مرات شكله لابس مال البيبي فل تايت، وانا وسيع علي بس وصلنا له. نفس الشيء مع ما كنت مستانس وايد، ما قد يوم عندك الارماني وعنا كبير علي بس حلو مستانس كبير. المهم انت جبت الحاجه، انت جبت الحاجه. ترى في وايد اشياء مرات نحن نشتريها مو عشان نحن نبغيها، عشان انت تتحدى نفسك. تتحدى نفسك. تعرف مره ابو فهد تكلمت في موضوع على الانستغرام، قلت كل انسان لازم يشتري قميص اوفر سايز اكبر عنه. نعم. ويكبر فيه. نعم. يعني مثلا انا اليوم هل احتاج كل هالمكتب؟ بتقول لي انا ست عندك 30 موظف، هذا يقدر ياخذ 60. نعم. انا بوصل ال 60، فليش ما اشتري 60 حجم ابو 60؟ صحيح. وبكبر فيه، يوم بوصل 60 بقول ابا مال 120. نعم. فلازم كلنا نحن في احلامنا مثل ما انت حلمت ويدك الله يرحمه قال لك هالكلام. انت قلت انتو شي مو معناته انا بتمشي. انا عندي حلم بوصله، وحتى لو مو بقد الحين بس توي قد الحلم. برافو عليك. ترى الحين لو تلبس القميص اللي اكبر منك باربع سايزات مو واضح هنا. اي صح. اوه وسابي هذا. لونك المفضل؟ الله. هي وانا اقول لوني المفضل الناس يفكرون البينك لون البنات، بالعكس احلى لون عندي البينك. حتى كنت بلبس بدله بينك بس شفت بلقيس قبل كم يوم لابس استحيت. اللون هذا اللي هو رويال بلو. ايه. والابيض. الرقم واحد شو؟ بينك. ليش؟ ثلاث اسباب. اولا اللون هذا جميل ويلفت النظر. اذا جميل أنا يلفت النظر. جميل يلفت النظر زين ومريح للعين. ومريح للعين حلو. بعطيك سمول اكزامبل. ما خليت اكثر من صح؟ لا خلاص. الا نرمز. عادي. انا اصلا حق جاي عشان اسمعك. حبيب قلبي. ايه. بعطيك سمول اكزامبل. انا وانت نمشي في المول. انا لابس بينك سوت وانت لابس بلاك سوت. يينا كذي الناس طالعوا منه وحينا انت على البينك سوت اكيد مميز. بلاك سوت كل مكان موجود، جري سوت كل مكان موجود، لكن هذا منو لابس بينك؟ خيب الرأي الباربي. حيوانك المفضل؟ النمر. نمر. النمر. شوف انا ولدي كلمت سويته فهد من حبي لهذا الحيوان. ما اقدر اسمي ولدي النمر، نمر البلوشي تعال الحين سميته نمر لان انا احب هالحيوان. فبنو قريب للنمر الفهد. الفهد هو قريب للنمر، قوي سريع زين عنده سرعه بديهه. ولدي ما شاء الله طلع كوبي بيست مال الفهد، عجيب سميته فهد. فقوي سريع، سريع البديهه وسريع البديهه وسريع في الركض. اللون اكيد انت لو شايف المقابلات يمكن بتفهم اللفه على السؤال. اللون كيف تشوف نفسك؟ فأنت قلت وردي جميل ملفت للنظر ومريح للعين. نعم. فمفروض أبو فهد أنت هالثلاث أشياء. نعم. أنت تشوف نفسك شيء، تشوف نفسك ملفت للنظر وسهل جميل وسهل على الناس. أكثر شيء واحد ملفت في الإمارات أنا. حلو. صدقني. هي عادي. أكثر أصدق والله. حبيبي تدش المول لابس بينك سوت، دش المول لابس بيربل سوت، دش المول لابس جوتي أحمر، دش المول لابس جوتي عليه ورود. يجيب لي واحد يقول لي البس الجوتي، يقول لا يا ريال تشوفوني فضيحة. ما يهمني. والحيوان؟ الفهد. الفهد هو الشريك المثالي. فزوجتك مفروض تكون قوية، عندها سرعة بديهة، وحتى يمكن سريعة في الحياة. نعم. فبس هالسؤالين دائما فيهم هاللفه الحلوه يعني، ويعطيك عن انطباع عن الشخص اللي اسوي. لو ما كان سرعه بديهه كان ما زوجته. ليش تقول سرعه بديهه؟ شافتني حبتني. صحيح. عرفتك. شو كنت بسالك؟ ونسني قلت لنا شو قصه ونسني. الحين ابو فهد ما تحصل الحين، تكلمنا وايد عن الجوتي، الألوان، الذهب، ما تحس وايد تحصل انتقاد ولا ناس يعيبون عليك؟ وايد. أوكي. في البداية شوف أنا ألبس يا طويل العمر يعني أكشخ وأنا كنت في السبنتيز. طيب كشخة السبنتيز عادي، جينز وفانيلة، جينز وبنطلون. لكن بديت ألبس عدل فولي لودد في 2010 سوت أصع عندي هات ألبس دائما كنت كذي. فالانتقادات دائما ينتقدوني الناس.
دوكم هذا انتم فكر عمره امريكي. الحين بسالكم الامريكي في شو احسن عني؟ في شو احسن عني؟ بس عشان هو امريكي وانا اماراتي؟ توك انت وانه مال افلام. شو مال افلام؟ هذا مال افلام كان انسان عادي في يوم من الايام. فانتقادات وايد، لكن شوف حتى في السوشيال ميديا انتقادات وايد. انت لازم تكون قوي وتكون صد او سد انك تصد هاي الاشياء. ما اقول لك انا ما حزنت في البدايات لما دخلت السوشيال ميديا، ما اقول انا ما حزنت. وايدين يسبونك ترى، وايدين يتكلمون عليك، لما ترد عليه وتتناقش وياه تلقى واحد عمره 12 سنه. صدقني عمره 12 سنه في اماره، سوري، في بلد من البلدان وياس يسبك. انت بتدخل عليه تقول له اوكي كم عمرك؟ اذا قال عمري 12 سنه هني انت تستحي على وجهك. فهني بديت ما يهم، ما تهمني الانتقادات. يمكن المنتقد شخص يعني صغيروني، او ترى في ناس وايدين ينتقدونك انه ما يحبون شكلك. انت ليش ما تحب شكلي يا اخي؟ انا انسان طيب، انسان بشوش، فريندلي، يعني لو جيت شفتك يعني طفت وانا في المول بقول تفضل قرب. ليش ما تحب شكلي؟ بس عشان لبس بدلة وردية؟ لا، البدلة الوردية يمكن عندك انت مو بشيء لو انا مشيت في نفس البدلة في نيويورك 50,000 فوتوغرافر بيصورني. اقول لك حاجة، بعد بقول لك حاجة، انا كنت في لندن قبل كورونا يعني اكزاكتلي قبل كورونا. كانت عندي بدلة لينن لونها بيربل، فيري لايت بيربل، ولابس قميص ابيض وكاشخ وكذي، وكنت امشي في اوكسفورد ستريت، امشي عادي. جتني حرمه، اكسكيوز مي سير، قلت يس مام، قلت ثاني عن عنوان ولا شيء. قالت يو لوك سو بيوتيفول، يو لوك سو جورجيس. قلت ثانك يو فيري ماتش، ابريشيت ذات. مشيت شويه شافني ريال شوي كبير في العمر، يعني يمكن عمره 50، كبير في العمر 40 عند الاجانب ما له شيبه، 70 عندنا احنا تو شباب. والله يعني قالوا جود افترنون سير، قلت له جود افترنون. قال لي اي لايك يور سوت. قلت له ثانك يو فيري ماتش، ابريشيت. هني انت تستانس، يعني تشوف الشخص يقدر كشختك يا اخي. ادخل في دبي مول، توك الحنقاش انت، توك انت شو لابس، توك انت يا ليش؟ ثقافه فاشن ما عندك، تنتقد ليش؟ ما تسافر، ما تشوف الحياه، ما تشوف الفاشن. انا احضر فاشن ويكس، انا احضر باريس فاشن ويك، احضر ميلان فاشن ويك، احضر بيتي اومو. انت لازم تحضر بيتي اومو على السوبر واحده، بوديك وياي انا 15th of January. زين، هذا في فلورنس. هي اكشخ اللي عندك ووقف بس، تعال وقف صوب واحد، لا تكلم حد، ها سي سو وقف، لا تكلم حد. 50,000 بصوري صور يصورونك كامل، وقف كذي، وقف اي شيء تبغى، بس اكشخ عدل. هذا بيتي اوم، يصورونك، ياخذون عنوانك، ايميل ادرس مالك، يطرشوا لك الصور. اقوم مدي يقول لك والله الخياط الفلاني يبغى يسوي لك بدله، شوف يبغى يسوي لك بدله. فانت تقول لهم قياسك كم؟ قول لهم والله قياسي كذا وكذا وكذا كذا، طرش لهم خياط ايطالي صور لك بدله. ثانك يو فيري ماتش، كنت لوكينج فيري جود ان بيتي اومو، ذس از فروم اور سايد. شوف التقدير وتشوف كيف الناس يقدرون لبسك. ابو فهد، انا دائما اقول لازم يكون عندنا انفتاح على آراء مختلفة تخالفنا. يعني لو أنت تحب هالبراند ولا هالشكل، مو معناته كل حد. لو أنت تقول هذا المطعم أحلى مطعم، مو بلازم اللي يقول لك المطعم مو بحلو خلاص هو عدوك. صح يا أخي، هالمطعم حلو وهالمطعم حلو، بس أنا ما أحب هالمطعم اللي أنت تحبه. صحيح. فأنا هل المشكلة دائما لاحظنا عنها في المجتمعات، إنه لو أنت مو على رأي أنا ما أحبك. أكيد. إذا هذا رأيك يا حبيبي، حتى لو أنت السوت مالك بس يناسب بو فهد في الدنيا كلها. نعم. ما لك خص في أي معيار من معايير الأزياء، أنت مرتاح؟ زين شو ليش تعبانين أنتم؟ الريال مرتاح. ما أدرى عنكم. ما يضرك، لا يضرك، لا يضر حد. مرتاح مع نفسه. وهذا أنا أقول، أنت مرتاح ويا نفسك، لابس كاشة. يا ريال واقف نص ساعة قدام المنظر تقول دايم مين؟ I look good. تطلع برا توك الحنقاش انت يا ابوي، اي حنقاش يا اخي، لابس احلى بدله. وحتى لو في عيون، انا القصد حتى لو في عيونك عنقاش، ليش تنتقد؟ اسكت، تم ساكت. صح. ولو تحس شيء حلو، يعني شفت انت يوم مريت الحين في لندن استتمشى، لا تبخل بمدحه، والله لا تبخل، لا تكون انسان بخيل واناني تقول
هالشنطة عيبتني بس ما بقول حق الحرمة شنطتش حلوة، هالجنز حلو بس ما بقول له. ليش ما بتقول له؟ ليش انت بخيل؟ قول يمكن يستانس الريال، عبر عن نفسك. فرحته خمس دقائق دخلنا هارودز محل جولري، ريال كان ريال وهو صاحب المحل مدير المحل مال الجولري هاي اللي دخلنا فيه، ونفس البربل سود هذا كان لكي دي ماري اظني. قال لي سير اكسكيوز مي كان اي وير يور جاكيت؟ يا ريال هو مثلك ضعيفوني وانا ما شاء الله عليه كبد بست ابواب. قال لي كان اي وير يور جاكيت؟ قلت له بليز عندي الصور بطرش لك اياها على الواتساب بطرش لك اياها. لبس الجاكيت مالي وافتر اقول لك شيل جاكيت هالوسع، لكن مستانس بس. لكن انا ما قلت او ماي جاد يو لوك سو ثين. ليش؟ مو مرتاح؟ وما لبسها خمس دقائق؟ ليش اقول له يو لوك سو ثين اور يو لوك سو بيج او نو نو اتس نوت يور سايز؟ هي از هابي تو وير. لا تغلس. لا. على قولتنا لا تكسر مياديفه. صدقك. يا اخي هو اذا ما حب هالشيء كان ما طلب منك جاكيت يا ريال لابسني من الصبح لين ظهر. قال لك ممكن البس جاكيتك؟ طلعت اعطيت اللبس شكرك حتى، قال لك ثانك يو فيري ماتش ما قصرت. فهذا الشيء اللي مثل ما تفضل. الساعتين ليش؟ ايوه خليني اطلع زياده شوي. ضروري. انس انا انسان حياتي جميله جدا. والوقت ما يكفيني. ترى هذا فلسفتي انا في الحياه، في ناس يفكرون لا يا يعني والله انا فلسفتي في الحياه الوقت من جمال حياتي ووناستي الوقت ما يكفيني. هاي بتخلص 12 ساعه هاي بتبتدي 12 ساعه. عرفت كيف؟ My life is very beautiful. I don't want my life to stop in one watch. Continue. Go ahead. تعرف مارادونا بعد كان يلبس ساعتين. مارادونا يلبس. عندنا شخص وايد مهم هني وبزنس مان وما ساعات بعد يلبس. بس ما أقدر أقول اسمه خاف يحرج علي. بيعرف نفسه. ها؟ بيعرف نفسه. يعرف نفسه عدل. يلبس ساعتين يلبس باتيك ويلبس رولكس أو يلبس مثلاً أوليس نوردان ويلبس ساعة ثانية. يعرف نفسه عدل. أوكي. هذا الشخص اللي الحين يلبس ساعة شافني أنا في سنة في سنة 2003 في وافي. تكرم أنا كنت واش روم أغسل إيدي ولابس تو ديتونا جولد أغسل إيدي. هذا ريال إيجنت ما سعاد دخل خال أمريكي هذا منو هالجاس لابس ساعتين. ترى هني ما حد يلبس ساعتين قبل، أنا من زمان ألبس ساعتين. الناس ترى أنا البارحة ألبس، لا من زمان. بقول لك أنا ديفرنت مميز؟ لا بقول مميز عشان you should take people attention. لابس بدلة وتمشي شو يعني خير إن شاء الله كل الناس يلبس بدلة. لا you have to dress. شوف أنا دائما أقول in life I have two things or I have to dress to impress or I have to dress to kill. Choose which one you want. You have to dress to kill people or to impress people. You should not wear suit because you are walking like this. Your suit, you see my details. I always wear with details. I have details. يعني if you not will not look to my watch, you look to my example my. ما أعرف يسمون هذا. Emblem? No. No, 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 brother. راح البالي الحين. زين. اللي هو. اللي هو. بلبسته أبي يحرجون عليه في البيت. زين. The details. Brush. Brush. Okay. Your brush. إذا أنت بتشوف brush مالي بتشوف سلسلتي، ما تشوف سلسلتي بتشوف ساعتي، ما تشوف ساعتي مع احترامي الشديد لك بتشوف جوتي. You have to be. You have to impress people. Otherwise, why you dress up? سوي لي مقابلة في الجريدة. كنت أقول طلعت لقصة ثانية. كنا نتكلم عن الساعتين. الساعتين. فعشان شيء أقول لك أنا جميلة حياتي جميلة يا أخي، ليش أخلصها بساعة واحدة؟ Have to continue more 12 hours. Live happy, enjoy your life. فأبو فهد أنت تقدر تقول أنك إنسان متصالح مع نفسه. وايد. حتى خلف الكواليس خلف الكاميرات. وايد. يعني لو سألنا فهد كيف أنت في البيت بيقول لي نفس الشيء. نفس الشيء وأكثر بعد. شو رأيك أنا نشي الصبح مرقات؟ أول ما دش جداي منظرة طبعًا شو أقول أنا واو مان هذا أنا شيء حلو يا أخي لا 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 أرجوك لا حتى اليوم سويت حتى البارحة سويت مو بس حق التلفزيون المقابلة لا أنا كذي أنس أنا كذي مصالح مع نفسي أنا أشوف نفسي أجمل إنسان في الدنيا حتى تشوفني مو بحلو تشوفني فناخري كبار يعني سيو برام كيفك كيفك بس انا يا موقف جدار منظر انا اشوف نفسي اقول واو مان حرام عليك يا ونسني شو الجمال هذا اوكي فاين يا اخي اليوم كنت اقول او البارحه منزل سناب ابجريد يور سيلف
ارفع من قدرك، ارفع من شانك. انا بقول حق نفسي صباح الخير في المنظره، ما بقول صباح الخير ونسني. صباح الخير يا استاذ ونسني، شو الجمال هذا؟ اذا انت ما تعطي حق عمرك ابجريدنج وترفع من شانك، منو بيرفعك؟ ما حد بيرفعك. يعني اذا واحد يشوفك برا ما يعرفك او يشوفك لا تبدا، اكثر الناس يشوفونك انت حياتك جميل يكرهونك اصلا. انا مش نيجاتيف، بالعكس فاهم، مش نيجاتيف بالعكس، اكثر الناس يشوفون حياتك حلوه، حياتك جميله وكذي يكرهونك، يقول يا لا هو ما عنده، انت تتذكر باللي ما عنده، اللي ما عنده عنده نقص. يا اخي اشتغل، يا اخي سو، يا اخي انا ما ولدت مليونير ولا رجل اعمال، يعني كنا مولودين ترى ناس حالتنا عاديه، شاربين ماي الحب وشاربين ماي الخرس وشاربين ماي البيب وشاربين ماي السبيل في الشارع، القلاص المحطوط على الخرس هذا شاربين منه 50 نفر، نحن شاربين وراه. أحي ما تشرب لي في كريستال بوهيميا ولا بكرات على برد؟ لا برادر، دائما احلم، دريم بيج، دريم بيج، دريم دريم لونجر ذان يور، اطول ابعد عن ريولك تحت. بتفكر هني ترى واقف هني انت، فكر بعيد، فكر بعيد عشان توصل، عشان تحصل. سؤال الحين ابو فهد، انت عندك ولد وبنت؟ نعم. انت قبلهم يمكن ما كان يهمك شو راي الناس، حتى لو ناس يقول لك انا لابس شيء، وما بتنحرج عشان خلاص هاي تكوينة شخصيتك. نعم. وتعبيرك عن نفسك. الحين هل واجهت وين مثلا بنتك ولا ولدك يقول يعني بابا يستحرجنا يوم تجي المدرسة، ولا انت وايد يستلفت الانظار، يا ريتك مثل اي ريال عادي. نعم. يا ريتك مثل اي ابو عادي، كلش هم كلهم يلبسون مثلا شيء وانت ما تلبس شيء. هل واجهت هالشيء وكيف تتعامل مع هالشيء؟ بالعكس، عيالي متصالحين وياي من البدايات، من دي 1. انا حتى ولدي مو من النوع اللي يقول لك يا اخي هذا شو لابس، شو لا. ولدي شوف انسان مخه، يعني مخه يعني جدا جميل، تلبس بني، تلبس اسود، تلبس اخضر، مو مشكلته يا اخي، دام انك انت انسان انا احبك، انت مسلم مو مسلم ما يهمه، انت طيب ما يهمه. انا يوم ابوهم يوم اسيبهم المدرسه they are very happy, they are very proud to see me. There is many kids who used to tell them I like your father very stylish. وايدين، حتى بنتي نفس الشيء، يوم اسيب المدرسه يقول الله ابوك وايد كاشخ، عرفت كيف؟ بس بيحصلون العكس بعد ابو فهد، اكيد الناس بيعيبون عاد، بس ممكن يلعوزونهم في المدرسه. لا بالعكس بالعكس، لا لا لا، ولا حد ولا حد انه قال لهم يا اخي ابوكم كذي هذوك انت ابوك، ابدا ابدا، ولا شيء بيقولوا لي. يمكن بنتي تستحيل، ولا مرات تشوف الاطفال في المدرسه ما عندهم رحمه. يعني يحبون يتنمرون على بعض ويدورون دقه. الحين مثلا لو حد سار عن فهد وقال طع ابوك شو لابس، لو هو قال هي والله صدق انا بعد مو بعيبني، هني بياكلونه خلاص، استوى كبش فدا. اذا قال لا كيف ابوي، احنا نحبه مثل ما هو، خلاص ما يقدر يقول له شيء. صحيح، عشان هو قدر يدافع مثل ما انت قلت سد. صحيح، خلاص. شوف ولدي ليدر، بنتي طيبه، هذه بنت، بنت ما تبغى تقول سوبر جيرل وضرابه بروسلي، لا ولدي من الصغر ليدر. يعني وين ما يصير هو ليدر، وين ما يصير هو رئيس السيره. هي. عرفت كيف؟ هي. فحتى لو حد قال يا اخي ابوك شيء، يقول له مالك خص ابوي ولا ابوك، لكن ما 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 تشد حصل شيء من هالنوع، يعني انه والله طالع ابوك وما ادري ايش، ابدا ابدا. بس حتى لو حصل، ولدي مو ضعيف، ولدي الله يحفظه ان شاء الله قوي، هيز ا ليدر، ريلي هيز ا ليدر لليوم. وابو فهد انت متزوج وحده من روسيا؟ نعم. صحيح. نعم. هل صعب انك تتزوج احد اجنبيه؟ ابدا ابدا. مثل ما قلت لك، هذا يعتمد عليك انت كيف تبغى تعيش. كل حرمه، ما في حرمه ما تحب تعيش مع رجل يسوي لها كل شيء. هو الحرمه شو تبغي؟ هذا ما الاول، تبغى ستر، تبغى بيت، تبغى تظله فوق راسه، لا حبيبي، تبغى ستر، تبغى تظله، تبغى سياره، تبغى اللبس، تبغى السفر، تبغى كل شيء. فانت باخذ حرمه اجنبيه، تعرف نظامها مغير عن نظامنا، كلتشر مغير عن كلتشرنا، انزين. وخص اذا حرمتك اجنبي وقالت لك يا اخي انا عشان انا بسلم خلاص، انا يوم تزوجت حرمتي شو قالت لي؟ قالت انا بسلم قبل الزواج، قالت لي بسلم. قلت شوف انا ما اجبرش، ترى انا اقدر اخذ شنتي يعني. قالت انا بسلم لان باكر اذا عيالنا يو
شو بيشتون؟ طبعا انت ما بتخليهم يسووا مسيحيين، عارفك انت يعني انت قوي ما بتخليهم يسووا مسيحيين، اذا ليش ما لازم يسووا مسلمين؟ ليش في البيت تو ريليجنز يعني؟ ومش صعب انك تاخذ اجنبيه، انت كرجل لازم تكون زين ومتفهم وتقضي كل حاجاتهم يعني. في نفس الوقت بعد اقول لك الزواج قسمه ونصيب حظ، مثل يحترى حصلها في السوبر ماركت خضراء وسوي لها شبال يا ربي هذه حمراء، يصير البيت بيضة، هذا الزواج. ف depends who you are، شخصيتك personality مالك. بس في زمنك ابو فهد يعني يمكن كان الموضوع اكثر حساس، يمكن حتى من فريج لفريج مرات، ولا جبيله لجبيله، ولا اماره لاماره، يمكن ما كان في ما يمكن، لان اللي عرف ايام اول وايد اسهل، بعدين جت فتره استوت حساسيه. نعم يعني حتى يمكن بين العيام والعرب، بعدين استوى عادي خلاص، بدون حتى الناس الحين وايد ابسط الموضوع صار وسلس نقدر نقول. بس في وقتك انت يمكن كان حساس، يمكن حتى من الاهل يقول لك ليش تتزوج واحده اجنبيه، ليش ما تتزوج حد من هني مثلا؟ انا وايد قوي يا انس، والله العظيم وايد قوي، ما حد يقدر يحط علي بريشر، ولا امي ولا ابوي ولا حد قال لي ليش تتزوج ليش ما تتزوج. انا متزوج وما عندهم خبر اصلا، انا اتصرف يوم يقولوا مثلا انا معرس، يقول لي ما شاء الله مبروك عليك. حلو. عرفت؟ وحتى لو قالوا لي لا تتزوج هذه خذ هذه ما اسمع. انا ولدي اعطيته حريه الراي. الا تاخذ بنت عمك ها؟ الا تاخذ بنت فلان. لا لا حبيبي حبيبي انت كيفك؟ انت رجل عقلك في راسك وتعرف خلاصك. تزوج من ما تبغي. تبغى تتزوج من هني، تبغى تتزوج من افريقيا، تبغى تتزوج من بريطانيا، تزوج حبيبي هذه حياتك انت بتعيش فيها في البيت 100%. انت بتدش الصبح مو بقى وجهي عدالك وهي هي عدالك، انت بتتويع في الليل تقول اخ بطني انا وين راقد يا حرمتي، هاي اللي تقول لك ايش فيك ار يو اوكي اوديك مستشفى، هي مو بقى. فخذ الحرمه اللي تريحك، هسه زوجك بنت خالتي ولا يجيب لك مثلا بنت اخوي تتزوجها وانت مش مرتاح والله عشان الوالد، لا يا ابوي الوالد خله صوم الله يحفظه والله يسلمه. هني تشوف انا ما اقول يعني الناس لا اسمع كلام ابوك، لا ابوي انا لين باكر اسمع كلام الله يرحمه توفى، لكن اسمع كلام امي لين باكر. انا لو امي تقول لي ما باك تسوي هالشيء ما بسوي، ريال عود انا اقدر اقول ما لكم خص فيا انا اسوي كل شيء، لا 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 اسمع كلام الكبير، عرفت؟ ما حرض حد يقول لا تتزوج، لا 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 انت كيفك انت حريتك راحتك انت اللي تعيش فيها مو بانا. فعشان كذي فانا يوم تزوجت اجنبيه ما حد قال لي شيء، ما حد قال لي ليش تزوج اجنبيه، انا ابو ماشي بنات في البلاد في على عيني وراسي كلهم على راسي بعد، وكلهم حلوات وكلهم محترمات، هذا ذوقي. ريال اسمع اغاني انجليزيه اسمع اغاني عربيه، اطلع اسير لونج اسير كلب اسير مكان حلو ايلس، يعني ابغى لي الشخص يكون متفهم وياي بنتلتي مالنا نفس الليفل، عرفت كيف؟ فتبالك خاصة أنت عايش برا مسافر وايد وربعك مختلفة الجنسيات، فتبالك شخص يدخل وياهم صح منسجم. نعم على قد أبو فهد ما أنت تبث سعادة وإيجابية ومرح وفيك أمل، هل معناته في جانب آخر أنك من كثر ما أنت تشعر بالفرح والسرور حتى تشعر بالحزن والاكتئاب؟ نعم صح ولا لا؟ نعم بالنسبه لي انا هي. ما عندي جانب حزين ما في ابدا، ترى وايد سأليني هالاسئله في يسمونه في المقابلات هي. وحتى الناس في السوشيال ميديا يقولون انت تمثل تمثل السعاده، والله ما امثل ولا عندي جانب حزين ولا في شيء يحزنني الحمد لله رب العالمين، يعني مستانس في حياتي ما عندي جانب حزين. يا جماعه شو احزن؟ شو امثل؟ اي والله اليوم انا حزين، لا 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 اوكي في جانب حزين مو تحل من هلك ريلك تعورك مثلا عندك صديق عزيز وغالي عليك سوى بشيء هذا جانب حزين، لكن هذا الجانب الحزين ما بيعيش وياك لين مثل ما قلت لك 12 الظهر سمعت خبر هذا ما بيعيش وياك للساعه 12 في الليل لا هذا جانب حزين من هالنوع يعني. بس انا في ناس يقول لك والله الا الشخص اللي تحصله دائما مبتسم ويضحك هذا تلقى في شيء حزين داخلي، ليش والله ليش ليش تخلوني أحزن؟ أنا شخص مستانس من الساعة 9 الصبح لين وهنتين في الليل مستانس، إذا ما بي ربعي
ويا عيالي، بوبي يا عيالي ويا سيارتي، بوبي يا سيارتي ويا الكوبي شوب، بوبي يا الكوبي شوب ويا نتفليكس. استانس والله. حلو. تخاف من شو؟ أخاف أفقد شخص عزيز على قلبي فقط. وفهل حتى يوم خسرت ناس في حياتك، أكيد في ناس توفوا الله يرحمهم، إيه؟ تتعامل ويا بسرعة بعد بهالسرعة اللي أنت تقولي من 12 لثنتين خلاص تعاملت ويا الموضوع وشعرت اللي شعرت فيه وخلاص؟ إذا كان الشخص وايد كلوز علي مثل أمي مثل أبوي الله يخلي عيالي، أوكي، حد شخص من الناس اللي يعني close to my heart اللي قلبي يدقهم يدق أساميهم، طبعا بحزن. هذا ما يكون من 12 to 1 أو من 12 to 12، لا، هذا بيكون يوم يومين ثلاثة. أما الناس اللي عارفهم ربعي مثلا، أوه تعرف سعيد وحليلة توفى الله يرحمه وحليلة، رحت كوفي شوب شربت كوفي الله يرحمه، لأن هذا سعيد عارفه من بعيد، يعني مش close to me. شخص very very close to your heart of course 2-3 days you'll feel bad، يعني you remember everything about him، memories مني منك، لكن بعد maximum come 1 week 10 days. صح. أفضل لحظة في حياتك؟ أفضل لحظة يوم ولد فهد. بنتك شو اسمها؟ صباح. صباح الحين صباح يمكن تزعل. لا ما تزعل. أوكي. إيه. في سلام بينهم. في ناس يقولون تحب من أكثر فهد ولا صباح، أحبهم ثلاثتهم إيكوال. أنا ما عندي والله أحب ولدي أكثر وأحب بنتي أكثر، أبداً إيكوال. أموت عليهم، أحبهم، يعني أنا إذا ما شفت فهد ثلاثة أيام أتصل به، حبيبي أنا وايد مشتاق لك، تعال بشوفك، يقول لي لا بس بلعب كرة. الأولاد غير عن البنات أعرف. لا صلبين. بنتي أقول لحبيبتي مشتاق لك بشوفك، أوكي بابا أنا باكر بمر عليك. فهذا الطبع الرجل كذي. رجل صلب مثل البنت، البنت رقيقة soft، الولد لا، الولد يبي يلعب يبي يركض يبي يسوي ربعة، باكر بيجي بابا اليوم واحد ربعي بلعب كرة، زي أنا باكر مو مشتاق لك، عرفت كيف؟ صح، أنا مشتاق لك اليوم. بابا ما قلت لي من أول نحن واحد ربعي يلعب كرة. تحب تكون أبو؟ وايد وايد، لأنك أنت تشوف يوم أبو عندك مسؤولية، تشوف يوم بروحك أنس you don't care، أقدر أرقد في سيارة، أقدر أرقد بيت ربيعي، أقدر أرقد مثلاً في مكان ما صرنا حفلة شيء أرقد. لكن يوم عندك عيال لا، المسؤول أنت، ما ترد البيت تشوف عيالك تستانس وياهم، بما أن عيالي كبروا الحين كل واحد عايش بروحه، فهد متزوج عايش زوجته، بنتي مو متزوجة لكن عايشة ويا أمها، عرفت؟ لكن بعد أنا connected with them، يعني أنا يوم نش الصبح الساعة 12 فهودي وين أنت حبيبي؟ أنا في الجيم. عاد فهد والجيم، يحب الجيم أكثر مني. فهد وين حبيبي؟ في الجيم. كيف حالك؟ بخير الحمد لله، تريكت الحمد لله، خلاص حبيبي. حصل في بنتي، أمي أنت وين؟ أنا في الدوام. أنت بخير الحمد لله، مستانس الحمد لله، خلاص الحمد لله استانست. ولدي ناش مرقاد الحمد لله بخير وفي الجيم، وبنتي ناشة مرقاد في الدوام، شو أبغي أكثر من كذي؟ بالنسبة لي أنا ونسني، أنا مستانس، أدز عليه بالوناسة، بشوف إذا حزينين بونسهم، لكن أوريدي متونسين، هذا الولد متونس في الجيم وشيل الحديد، والبنت تشتغل في الدوام. أنت أبو فهد ليه متزوج ولا مو متزوج؟ متزوج. أوكي، عشان قلت لي كانت مع الأم فقلت يمكن. لا 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 متزوج، متزوج. شو السر؟ كم ما شاء الله السنة الحين؟ زواجي؟ هي. تقريباً 28 سنة. ما شاء الله. هي. في تجربتك مو بتجربة الناس، ما نبغى نصيحة شاملة، أنا ما تجربتك أنت. نعم. شو خلى استمرارية للزواج؟ وأتمنى يكون زواج ناجح وفي سعادة يعني. جداً ناجح. زين. شو اللي قدرت تسوي في تجربتك؟ الاحترام. الاحترام. أول شيء الاحترام. احترم زوجتك. احترم بيتك. احترم وقتك. لا تسوي عنيد. مثل ما تحب حق نفسك حب حقه بعد له. أنا بسافر يا ربعي. زين وأنا. يا ربعك سافر شو تسوي؟ ربعك يعني لهالدرجة مهمين حقك؟ شوف أنا ضد هالشيء، أنا ضد والله بسافر ويا ربعي أسبوع وبرد بوديش أنت أسبوع، لا 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 لا، ربعك في البلاد حبهم احترمهم، اتعشى وياهم في أي مطعم تبقى في العالم في لكجري في البلاد، لكن لا تودر زوجتك والسافر. ولدي متعلم من طبعي، ولدي بايلوت طيار، لكن إذا عنده فاكيشن ما يصير بروحه، أوكي يصير ويا ربعه ويصير ويا زوجته، لكن زوجته 80%،
وأنا أقول حتى لو أنت بتصير سفرة شباب وسفرة مع لها خليه يتصير بعد سفرة ويا ربيعاته، ليش أنت عادي وهي لا؟ يعني هي تصير ويا ربيعاته؟ تقول لك هي يمكن أنا وربيعاتي نبغى نسير مالديفز، شالين شلتهم كلهم ثمان بنات يبون يصيرون، ليش أنت بتغلس هني بس أنت عادي تصير ويا ربعك؟ إذا تتكلم عني أنا ما أحب هالحركة. هي مبين. أنا ما أحب هالحركة، مو ضد ولكن ما أحب هالحركة. ما تناسبك أنت. ما تناسبني. بالضبط. Thank you, عادي. Thank you very much, sir. ما تناسبني أنا. مو بلايف ستايل مالي. أنا بحرمتي تكون تحت باطي هني. عرفت كيف؟ ما تحت باطي. سافر هي ويا. أقول بتختلق إنزين. إنزين. أبى سافر هي وياي في الطيارة وياي في المكان وياي في السفر. لأن شوف لو سافرت ربيعاته شوف خوفي من شو صار شو استوى هي بخير أمورها طيبة ما تبيعت ما صار فيها شيء اتوسوس. أنا شوف مو ضد إن السافر بربيعاته، إن أنا ضد نتحاتي أحاتي أنا يعني عيالي زوجتي هذه قرة عيني، يعني إذا صار فيهم شيء أنا أتعب ما أحزن أتعب. الفرق بين الحزن والتعب، حزن بين الشيء يا ربي شو صار فيهم، ما صار فيهم شيء للعافية ودي الدكتور بيطيب. أتعب نفسيا أتعب. أنت يعني ولدي ريال اليوم إذا يسافر والله قلبي يدق دق 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 شو يسوي وين صار شو كل وين وصل. ولدي يأكل فرايد راس في السفن يسمم. زين ما فهد، من الأفضل لحظة لأسوأ لحظة ولا موقف أي شيء؟ افضل لحظه يا طويل العمر افضل لحظه قلنا ولاده فهد. ولاده فهد هاي افضل. هي اسوأ ما عندي، صدقني ما عندي. شو اقول يعني اصعب موقف مريت فيه من كثر حلاوه حياتي والله ما اذكر اصلا ولا موقف كان شعوريا متعب لك. والله ولا موقف لاني ما اتعامل وياه، والله اني ما اكذب ما لا صدق اللي انت بتقوله ما باخذه، لكن ما صار لي اصعب موقف. يعني شو بيصير لي أصعب موقف؟ يعني لو تقول والله أصعب موقف مريت فيه كذا كذا، أخسر تجارتي بقوم مرة ثانية بوقف. لأني أنا بشوف أنا مثل ما قلت لك أنا من النوع اللي ما يعني ما انكسر بسرعة، حتى لو خسرت بقوم. ليش؟ I believe I can do that. أحط لي مخي أنا بقوم يعني أنا ما برقد بقوم. زين ما بصعب موقف، شو يصير لك؟ بتخسر فلوس بس هي فلوس تخسر غير. حد يمكن ها؟ تخسر حد عزيز وغالي عليك. ليش خسرته؟ عمر قدر ها؟ مات؟ ايه مات؟ اوكي هذا مش أصعب موقف ولكن أحزن موقف. هذا أحزن موقف. عندك شخص مثلا صديقك كلوز وياك ما أدري شو لحظة سوى شيء ودرك تحزن عليه؟ أتوقع والله ما أحزن عليه، بطب لي شاي كرك وبراتة وبحط ريل على ريل زي وبحط لي أغنية راج كابور بعد وبشرب شاي. صدقني أنا ما عندي واقف والله ما أنس يعني I'm not bluffing يعني صدق ما عندي مواقف صعبة ما عندي موقف يحزنني يعني ما في. أوكي حياتي جميلة صدقني. شو قلت لك أنا ما قلت لك عندي ساعتين حياتي جميلة خليني أطلعهم شوي خليهم ها خليهم بلاين هي اقول لك صدقني ما عندي يعني منخه قاو والله انا الحمد لله حياتي جميله فعلا جميله فعلا. اخر مره صحت اخ والله كاني صايع جريب صدق. كنت اشوف فيلم هندي تحزن في الافلام والله. كنت اشوف فيلم هندي مال شاروخ خان هذا مسلسل امريكا ماي نيم از خان. زين ماي نيم از خان اظن ما اشوف انا اي ماي نيم از خان عنده تشايلد ديس ايبل وشي وهذا فكنت قاعد اطالع فيلم ودموعي اربع شي تنزل اطالع فيلم واصيح. هذا اخر مره ابو فهد اقول لك خليني اقول حاجه واحده انا صعب اصيح احس وايد صعب اصيح مبين عشان شي سالت اسوء الحالات بصيح في السياره يمكن عمرك ما تشوفني اصيح. ليش ابدا ما اصيح يا أخي أشوف نفسي يعني إذا صحت انكسرت ما أقدر أنس ما أصيح جدا نادر أني أصيح. أولادك ولا مرة شافوك تصيح؟ ولا مرة يمكن مرة فهد ضربني بوكس صحت ولا شيء بديته والله لا الحمد لله أبدا. هل تحس هذا يستنكر مشاعر طبيعية أنك مثلا ما ياس تصيح؟ جدا. ليش تنكرها؟ تنكر؟
تنكر انك هي. ليش نصيح؟ انه لا فيك صيحه هي. ولا حزين ولا شيء مضايقنك بس انك ما ترضى انك تبين ولا يكون عندك انفتاح عاطفي من هالناحيه ابدا. بس ما بقي يصيح، ما بقي يصيح يا اخي صدقني ما يعني. هل في توصل مرحله تبغى تصيح بس ما تصيح؟ هي وتيود عمرك. ايود عمرك. ليش؟ ليش الرجال نحن شيء يا حبيبي تصيح قدام الناس مخاطر طالع ليش؟ والله اوكي صيح يا اخي يصير بيت صيح بعد غرفه صيح فيه. هي بس شو العيب؟ انا بفهم شو العيب نحن كريايل متربين ان ما تقدر تصيح قدام حد. بس مو بغلط انك تصيح، مو بغلط، مو بغلط، بس ما تعودنا على الصياح. ما احنا ما تعودنا يعني. انا شوف لو اشوف ريال يصيح قدامي انا بصيح وياه. لو اشوف رجل يصيح لو ما اعرفه اقول اخوي شو بلاك شو مستوي ابوي بصيح وياه. لكن انا اصيح وفي الملأ نو واي. هل أبداً. عشان انت ما اعطي صوره وايد قويه وايجابيه ما تقدر تصيح؟ هذا هو، هذا هو الهاله اللي فيني، الاورا مالي انا، البروتكشن مالي ما خليني اصيح. ما خليني اصيح، خلي استوي اي شيء. بحزن يعني بس نفسي حزين، لكن بصير غرفه اسمي دموعي فتسويها في الغرفه عادي. بس في الغرفه بصيح، ترى انا اقول لك قدام الله عمري ما بصيح. ما حد بتشوفني يصيح. بس أبداً. هل ربيت فهد انه يكون نفس الشيء؟ نعم. ما يصيح قدام حد قوي. قدام حد ما يصيح. لا. ليش؟ عشان نقطة ضعف ولا نقطة قوة؟ هو قوي كذي. لا، هل معناته لو الريال قوة. يصيح معناته مو قوي؟ لا، مو معناته مو قوي، ما يبغى يصيح. ما يبغى يصيح قدام حد، ما يبغى يراوي دموع قدام حد. انا ولدي قوي وايد افتخر فيه. انت اليوم اذا تسالني ما تفتخر فيه من، اقول لك بفتخر في ولدي. هذا يعني كوبي مني انا. شوف انا بنيتي يعني انتايرلي الله خلقني، الله سبحانه وتعالى هو القوي رب العالمين، لكن الله خلقني قوي يعني اتحمل مشاكل اتحمل مصائب ما انكسر اي شيء يستوي لي ما يستوي. انا ولدي نفس الشيء يعني، يعني خليته يكون صلب يعني. انا يمكن كنت احلم من يكون مثله. ولدي خلص جامعه وبالاوائل، طبعا انا مش بالاوائل، انا كنت اخر الصف عشان ارقد، هو من الاوائل درجات عاليه جدا. ولدي ما اعتمد علي في اي شيء من خلص الثانويه. اوكي انا درست حطيت في مدرسه زينه، درس خلص الثانويه اشتغل. والله من يوم ما اشتغل لين يومنا هذا، لين يومنا هذا ما طلب مني درهم. اشتغل بروحه وكون نفسه بروحه، واشتغل وراح قدم في طيران واشتغل طيار وتدرب ونجح وخذ ميداليه ذهبيه زين، وجرب ثلاث انواع من الطيائير وعمره 29 سنه. أنا أقول عمري 29 سنة أكل بسكوت وشاي. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، أنا فخور فيه. مبين. والله العظيم، أنا لما أشوف ولدي أقول له أنت رفعت رأسي. جميل. يو ذا مان. وبعدين هو صديقي ترى. ولدي صديقي، نحن عندنا ماني ثينجز إن كومن. ما يزيني ما يقولني ما يقول لي هاي داد، يقول هاي برو. براذر يزقرني. ها مرات ممكن إذا زعلان يسألني شيء يقول هاي أبوي. هاي بوبس. انا ولدي يقول هاي بوبس، صديقي صديقي يعني. احنا هاي نعمه. اي وما تجيب الحظ. وما تجيب الحظ الصداقه. لا ابدا. انا عمري ما ضربت ولدي ولا بنتي. يمكن فلس. يمكن تعلمهم مره، اذكر مره كنت اعلمهم واقول حق بنتي واحد واقول لها كذي وتغلط مره ومرتين غلط يعني طخ، ندمت ثلاثة ايام. وولدي نفس الشيء، كان عمره يمكن 12 13 سنه لين ندمت لين باكر ليش ضربت ولدي يا اخي ما يستاهل. احبه وايد، عرفت كيف؟ ما اي دونت ونت ريز ماي هاند ولا حتى يعني از ا فادر يعني كفاميلي مان ام فيري جود فاميلي مان. احب عيالي، احب بيتي، احب زوجتي، احب ربعي الزينين. انا ما عندي فريندز. ها خليني اعطيك هاي معلومه جديده عن اخوك ونسلي. انا ما عندي فريندز. اي ام ماي فريند اند ماي سون از ماي فريند. اوكي اي كان سي ايفريثينج فور ماي سون. بعد تعال في يعني الشيء العمري يختلف بيني وبينه. ترى هو عنده اصدقاء ب 28 ب 28 ب 26 هذا ربعه يتفاهم وياهم اكثر زين، وما يقدر يكون صديقي 24 ساعه. صح، لان الجو مش جو، هو يصير جيم يتمرن حديد يحط موسيقى الناس كان ستوب مي ام اول ذا وي اب وما ادري شو شيء زين دريك وما ادري منو. انا احب هالشيء. ترى علينا حينه انتو هيب هوب لايف ليه مباشر زين،
لكن هو مو يعني وياي 24 ساعة. فأنا صديق نفسي صديق نفسي، تدري إن أنا مرات أطلع نايت لونج درايف عادي أسير لي رأس الخيمة، عادي أسير لي أبوظبي وأسمع موسيقى بس. وايد مهم أبو فهد، الوالدة الله يحفظها يطول بعمرها دائما تقول لي، وليح ما سويتها بسويها إن شاء الله، سافر روحك وتعلم تكون صديق لنفسك. جريت والله، هالشيء بسويه انا الحمد لله. ما عندي مانع اكون في البيت روحي، اكون رحله روحي، ما عندي مشكله. جميل، اي لسه مطعم ما عندي مشكله. جميل، شو المشكله؟ جميل والله. لو جميل. انا ما اطيق نفسي منو بيطيقني اصلا؟ اذا انت ما صادق نفسك منو بيصادق؟ اذا انت ما تطيق نفسك، اذا انت ما يعني انت صديق نفسك يا اخي. بعدين تعال انت انت يوم تكون بروحك صديق نفسك تقول حق نفسك خلينا ناكل برياني، ما يقول لك لا سير وياك ياكل برياني. لكن اذا واحد ثاني يا ريال فلفل حار ايش يوديني يا ابو يا باش يا على قولت هذاك، لا تقطع لا تقتل المتعه يا مسلم، خلني اكل برياني. لا نفسك جميله يا اخي، تقول لك خلني ناكل، خلنا نشرب، خلنا نلعب، خلنا نشوف فيلم، وياك واحد ثاني يقاطعك في كل شيء. الوالد الله يرحمه شو كان اسمه؟ والدي الوالد حسن. الله يرحمه حسن. هي حسن في كلمه، رجل طيب رباني، كلمة واحدة، رجل طيب. طيب رجل ولا رجل؟ رجل. الوالدة الله يحفظها الله ملكة. شو اسمها؟ آمنة. آمنة، آمنة في كلمة. نكني مالها ملكان. ملكان. ملكان مو ملكان، ملكة. ملكة بتي سوبر موديل بعدين. ملكان. 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 نحن بلوش. بلوش عندنا اسم ملكان، هذا اسم بلوشي. أوكي. فمدلعين وخلينا ملكان. فيعني هي ملكة؟ لا. ما ادري شو معنى ملكان يعني، بس هي اسم، هذا اسم بلوشي. اوكي زين، بس هي اسمها امنه. تقولي امنه في كلمه؟ ايوه امنه في كلمه. كل شيء حلو، مع ان كلمتين بس بناخذها. جواب وايد حلو. حب. اذا سؤال افتراضي، اذا اخذنا قلب محمد البلوشي، قصتك اللي الحين ما شاء الله اعطيتنا نبذه، نعم، وحطيناه قدامك، شو يقول لك؟ بقول له شكرا شكرا. هو شو بيقول لك؟ هو شو بيقول لي؟ شو قلبك بيقول لمحمد؟ هو قلبي شو بيقول لي؟ استمر، حب الناس، ونس نفسك، ولا توقف عن هذا الشيء، ولا بعيش وياك اكثر. حلو. نعم. محمد في كلمه. محمد، اخ يا محمد شو اقول عنك حين. حياه حياة حياة. جواب قوي صدقني، حياة. شكرا. حبيبي حبيبي كيف كان؟ ها؟ استأنس؟ وايد. أنت استأنس؟ وايد، هذا أهم شيء. بقول أنت تعرف كل القصص فهد ولا ما سامعنا من قبل؟ لا قول والله. قصصي ما سمعت من قبل؟ لا قلت في قصص جديد؟ حلو. لا قصص حلوة. انت بابا يجمع لك قصص بعدين قصصها. انت شكلك كده عندك ما شاء الله لين باكر، وذاكرتك قويه، تقول لي في هالسنه كذا في هالسنه كذا. انا ما انا تدري اول شيء ذكرت كان عمري 5 سنوات، سرنا بمبي. شوف انس كان عمري 5 سنوات، سرنا بمبي، ركبنا قطار، ركبت القطار يا امي، كانت حبه تينه طايحه على الارض، لقطت انا وكلتها، عمري 5 سنوات والله العظيم. وكسر ضروسك؟ ها؟ لا 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 لا، تين تين. تين تين، ايه ظنيت تيله. فق. لا مو بتيله، فق. طايح على الارض، ها؟ اتكلم عن الهند انا، وشوارع الهند، ونعل الهند، ودايسين عليه 15 واحد، شليت وكلته، كان عمري 5 سنوات. اذكر هذا لين اليوم، انا كل ما اتكلم عن المنبي اذكر هذا. عندي سؤال، الوالده الله يحفظها اعطتك وايد حب؟ وايد. وايد. وشي هل انت ياس تسويه الحين مع اولادك؟ كيف؟ وهالشيء اللي انت ياس تطبقه الحين مع اولادك؟ هي نعم. هل يطبقه مع اولادي؟ هاي الام اعطتني حب، اعطتني، تدري امي اكثر شيء اعطتني القوه، لان خليتني اعيش بروحي. ترى انا كنت عايش عند امي، انا يوم عمري 17 سنه طلعت من البيت. انا نفس الشيء. طلعت من البيت. طلعت من البيت ليش؟ كنت انا في فرقه وزاره الاعلام، نسافر برا. نمثل مهرجانات، دول الامارات العربيه المتحده. شوف انا عمري 17 سافرت باريس، سافرت دنمارك، سافرت هولندا، سافرت المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس. عجيب. شوف انا مثل ما قلت لك، انا من 17 سنه اسافر، تعودنا على السفر، تعودنا نشوف الناس، تعودنا نسافر بلادين، انا تعودت اعيش بروحي. صح. اهلي مو وياي، انا اسافر يا واحد خال ربيعي
نسير هناك نستانس نرقص في ليوا دين 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 ردينا. خل بغيت تسألني شو قصتك في بيروت يوم سنة الحلاق؟ شو سوابنا يا ريال؟ بغي يسيح شعرنا شو سانسنا سوينا شعر شو هذا شعرنا كان شي كيرلي. قالنا كان عنده محل مال تصفيف وتزيين الشعر يضحك البيع هذا يسوي شعر خندش عنده. قلنا مرحبا أخوي. قال أهلين شباب كيفكم؟ قلنا أخوي تملس الشعر؟ ولو بنملس الكون. دخلنا أقول له بغسل شعرنا تدري أنا أتكلم عن 1974 لا نغسل شعرنا بشامبو ولا نغسل شعرنا بماء يعني بماء فلتر أي شيء أي شيء مول مول مول. والله يغسل شعرنا اللبناني حصى يطيح منه. كان كذي لا حصى يطيح منه مسمار يطيح منه لكن العمى شو الشعرات ويطيح منه ويطيح بماء أسود 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 نص ساعة غسل العمى على هالشعرات. عجيب ها قصة وايد أقول لك وقصة طويلة أصلاً. وين مول شو حلا حلا